هلا انتم شايفين انه جوج ولؤي مو نازلين معي، تمام؟ يعني انا مسافره لحالي، بس في تحدي كتير كبير. اذا بتوصلوا هيدا الفيديو لل 500 الف لايك، وهيدا شيء شبه مستحيل، بس اذا بتوصلوا ال 500 الف لايك لؤي وجوج مجبرين يجوا لعندي. 500 الف لايك تجي لعندي. وصلوا ل 500 الف لايك وعود وعدون خلص 500 الف لايك تجوا لعندي. اوكي وصلوا 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 بشانا. صار لي سنتين مطالع بطيارة، كمان رح اشتاق يعني لما هاي للكل. يا جماعة أنا من مبارح لليوم ماني نايمة. أنا بعرف ليش، يعني متوترة تالي. أوكي صار وقت عن جد خبركم وين رايحة وش راح أعمل. أنا رايحة عند أهلي. لونا مسافرة مشوار عند أهلها أسبوع، وبدها تشوفهم وترجع لنا محملة بالأشواق. أوخ عن جد ليك ودقات قلبي، يعني أنا غير العادة لا عم بعرف أحكي، ماني نايمة كل الليل، حاسة حالي كتير متوترة، حاسة حالي رح أبكي من هلأ. يعني بعد سنتين ونص، سنتين ونص غياب، فإن شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله خلاص، لان احنا عم نخبر هيك شيء مبسوطين فيه. لك مبسوطه بس بنفس الوقت كثير خايف. هلا اول شغله متوتره انه رايحه ببلل واي وبلا جوش، لان الوضع صار مفاجئ وطارئ وهيك، يعني بتعرفوا كل القصص لبعدين. فبعد سنتين ونص انه انا هلا نازله وهيك حاسه حالي هيك. راح اصور لكم كل شيء، راح تكون معي بالتفاصيل. اذا بتحبوني بتوصلوا للنص مليون لايك، لل 500 الف لايك ليجي لعندي. ما معنا وقت كتير، تمام؟ قبل ما نبلش فيديو، اذا انتو جداد على القناة ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، ويلا خلونا نبلش. مسافرة. اسكر كم 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 ما رح اكل تنزل. ليكو ليكو شو غيور، لاني عم لفه لجوج. ليكو شو عم يعمل حبيبي جوجة، حبيبي جوجة حبيبي. يا جماعة فقنا الصبح، وانا اول شغلة طلعت عليا اطلالة الاوتيل عنا الغرفة. واو يعني حائطية معروفة. عن جد شي منظر شو واو، يعني اجمل من هيك منظر انا ما شايفه بحياتي. اوكي ليكو، على اساس نحن اجينا ليلة واحدة، شفتوا بالفيديو الماضي كيف فردين اغراضنا هون وهون وهون، في جريمة عملناها تعم فرجنياها. شوفوا هالجريمة صارت امبارح بالليل الساعة 12 بالليل، طلبنا برجر كينج. يعني تخيلوا الساعة 12 بالليل، الساعة 12 بالليل لأنه هون المطعم بالأوتيل مسكر نهائي، ما في ولا مطعم فاهم، كله مسكر، حتى البلياردو وكل شيء قلنا لكم عليه كان مسكر امبارح. اوكي يلا ليكو الأغراض، بتقولوا قلنا أسبوع هون. يا جماعة هربنا من أوسكار هريبة، طلعنا أنا وجوجة نزلنا حضر فطورنا. كيف بدك تفطر أنت؟ ليك ليك اغراضك، هي اغراضك هون. ما مشتي هلا اكل هيك، ما بعرف ليه. هاي البوفيه ميك كمان. جورجيو ترك كل شيء فيه انواع اكل، صب فليفله سوسج كورن فليكس وحليب. ابو الجوج ما كان يرضى غير وجاب له لماميته اثنين كروسان طلع عليها هون معه. طبعا نحن وعم ناكل في عزف. انا بظهر ما بيشبه رفيقه لجوده ابو خميس. هذا اسعد بعتقد. مزبوط روح. هلا تالين فرضت هالتحدي بس انا يعني بتطلع براسك بدي اخذ له اجازه من المدرسه. ما دخلني، نص مليون لايك 500 الف هو شيء شبه مستحيل، انا ما قلت 100 و200، قلت 500 الف لايك. جاهزين للحركه؟ جاهزين الى المطار. لايكات ها شو على المطار؟ ليكو على المطار طالعين. كثير سهل الواحد يعمل لايك، هي كبسه وكبسه. ليك ليك صار بس بده يفتح كل يوم الفيديو. قديش صار قديش صار لانه هو بده يروح معي بس في مدرسه. اذا بتوصلوا نص مليون لحقوا بسرعه، ما في وقت. اوكي يلا رح يجوا. شو ما رح تاخذي شاحنك معك ماما؟ اي شو دائما لازم تترك لهم ذكرى بالاوتيل ماما. دائما دائما وينه؟ دائما في ذكريات بابا، نحن بنترك بالاوتيل ذكريات. ايش حزينه؟ ماني حزينة، أنا ماني حزينة غير لأنكم معكم معي. رح اشتاق لكم. على فكرة ما خبرتكم شغلة، إنه أهلي ما بيعرفوا بولا شيء، أختي ما بتعرف بولا شيء، يعني ما بيعرفوا أبداً
او احتمال انه انا انزل. يعني انتم متخيلين الوضع؟ متخيلين المفاجأة كيف راح تكون؟ ما عم صدق. يا دلكم يا اهلا لتعليم شو بدي يصير. اوكي يا جماعة وصلنا على المطار. باركونا هي اول خطوة. مش الحال يا جماعة، كذبت على اهلي قلت له انه انا رايحة على مدينة مائية مشان انه ما يدقوا لي كل نهار، او عرفتوا انه يستفقدوا لي. يا جماعة قلنا تقريبا قديه سنتين وشوي انا ماني طالعة بمطار. جوج غيران مني لاني انا مسافرة صح؟ ايه حبيبي. يعني رح تشتقلي ولا؟ رح اشتقلك. انت كمان؟ غيورين يا جماعة، مو بإيدهم، مو بإيدهم. اليوم عرفت على فكرة، خططت كيف بدي التقي مع أختي، يعني رح التقي بأختي لحال وبأهلي لحال. يعني اثنين مرتين. في مخططات يعني إمبريالية شو بيقولوا؟ ايه. خدي لها أوسكار معاه. يا ريت يا ريت فيني أخذكم كلياتكم. حياتي. ليه؟ ولك؟ عطشان أوسكار، يلا يلا مش. حدا ابدا فاضي لنا، كارثه. جينا قعدنا بستاربكس طبعا لاني جايين قبل باربع ساعات، يعني حتى محل البوردينج ما فاتح، ما فاتح شيء لسه. عم اقول لهم ليش قعدنا بستاربكس؟ لاني جايين قبل اربع ساعات من الطياره. ايه بس بدنا نقعد ساعه ونص لحتى تقدر تاخذ البطاقه تبع الطياره. انا قد الدنيا بحبك والله. انت رح تعملي هيدي هيك الفيديو الانستا I'm on vacation every single day. ميرسي. اي والله. شو بدك تاكل بالكمامة كمان؟ ليه زعلان؟ معلش حبيبي، انت هيك عم تعلم الازواج انه يزعلوا لما نسوانهم بيسافروا. ايه لاني بشكل عام. بس ما تاخذيها عادي، عرفتي؟ كل يوم والتاني انا مسافرة انا رايحة. بالموضوع هلا بما انه فتحوا المطارات ما راح اقعد بقى. يلا. هلا عم نطلع الشنطة. شوفك ببيروت، باي. مبسوطة؟ انا راح ابكي. سافرة ما؟ جماعة من سنتين ونص نحنا ما تركنا بعض ولا يوم، أوكي ولا يوم. ماني متأخرة رجعت لك أصلاً غاصة كتير يعني. أول مرة تعلين من سنتين ونص. كنا قبل إنه أوكي أنا سافر كم يوم كذا يكون عندي شغل، بس من سنتين ونص ولا يوم. يعني أنا هلا النفس رح يقطع عني أسبوع. ايش بدك تسلمي لي على عمو؟ بس على عمو؟ لك على الكل، بس عمو اول شيء. ايش بدك تسلمي لي على بابا؟ ايه كثير 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 كثير. بابا زعلان؟ خلص بدي اشوي لك اكلات طيبه. تسبحوا؟ بدنا نسبح. كنت تسبحوا؟ بدي ياخذك بابا عند رفقاتك. لك هون وجيب لك اياهم، شو رايك؟ هذا ابو الجوج الحنون. وجيني وشو، شيلي له الماسك. يلا مشو بكره. وانا كمان حزين، ما حدا عم بيلفني ولا حدا عم بي. انا كثير حزين. انت لازم تنبسط انه انا رايحه اشوف اهلي. ما مبسوط بس يعني كمان زعلان انه رح تتركينا. ولا ما عندك فوطة؟ طبعاً. يلا هي أسبوع، أوكي؟ طبعاً. لوف يو. باي يا غلا. باي. أوكي يا جماعة، هلأ مرقت وفتت، هلأ طيارتي بعد ربع ساعة تقريباً. كتير غصة أني متعتهم أكثر ما بتخيلوا، يعني مع أنه ناطرة هي السفرة إلي زمان، بس أنه بلا لؤي وبلا جوج حاسة حالي هيك مخنوقة، يعني يا فرحة ما أنا كامل عرفتوا. اشتقت لمنظر الطيارة كتير. هلو. هلأ قاعدة ناطرة الطيارة تقريبا ربع ساعة لازم أكون بالطيارة، فرح صور لكم هني ورح صور لكم أول ما أوصل على لبنان. بعدين بدي أحكي لكم كل شيء عن مخططي، كيف رح أفاجئ أهلي، كيف رح أفاجئ أختي. دعولي يا جماعة كله يكون منيح، كله يكون ميسر. نشكر الله على كل شيء. هي أول مرة بصور لكم لحالي إني طالعة على الطيارة، أول مرة لحالي. سمعت. على فكرة أنا طالعة على طيران تركي،
كل المسلسلات التركية اللي حضرتها بحياتي ما فادتني بولا شيء. طبعا يا جماعة هلأ لونا سافرت أوكي، يعني هي طلعت بالطيارة. يعني تقريبا هلأ الطيارة وجيت بدها تطير تمام. أنا وجورجيو هلأ راجعين على البيت. هلأ اشتقت لك، بقالنا ساعتين تاركين بعض واشتقت لك جد. طبعا سفر طوانا طويلة أسبوع إن شاء الله، فإن شاء الله يا رب ترجع لنا بالسلامة تنبسط. رايحة تشوف أهلها بعد سنتين ونص تمام. انبسطي وانتبهي على حالك وما ترجع معك كورونا أوكي. أوكي. شوفوا هالطريق ما احلى. وصلنا على محل رياحه شوي. زول زول نزل اوسكار شوي. برافو اوسكار. هلا رح نطلع ونكمل طريقنا على البيت. اسبوع زمان وام اللوم ترجع، نطلع نفس المشوار نجيبه. جاهزين لنمشي؟ ايه جاهز. ايه هيا بنا. طبعا وصلنا على البيت هلا. ها ليك صفينا، هلا صفينا قدام الباب انا وابو الجوج. اهو نشكر الله، كانت الطريق منيح. طبعا لونا ستاب الجو هلا، يعني ان شاء الله من هون لشي ساعه ونص تقريبا ساعتين بتوصل وبتطمننا. انا متحمس. بسطنا بهالمشوار وصلناها، وان شاء الله يا رب هي كمان تكون مبسوطه وترجع بخير وسلامه. طريق بلا لونا زيرو زيرو، يعني هي عن جد هي الطاقة، تالين الطاقه، تالين الايجابيه كلها، تالينه النفس. حبيبه قلبي مشتاق لك كثير، يلا تجي بالسلامه. اوكي يا جماعة وصلت ليكو. قصة الدنيا نهار. اوكي بعد 7 ساعات سفر هلا صرت بمطار بيروت. ليكو امفي كيف صار من الكمامة، اشتقت للقوي وجوجي من هلا. شو بدي اعمل؟ 500,000 لايك بعرف كتير كتير، بس لاني شوي صعبة جيتهم هلا بهالوقت لهيك طلبنا رقم خيالي تمام. بس اذا وصلتوا رح يجوا. يلا انا طالعة. اوكي يا جماعة الشنطة صارت معي، هلا طالعة بنت خالتي برا ناطرتني وكتير كتير كتير متحمسة. لا يعني مو مصدقة اني انا صرت ببيروت يا جماعة، مو مصدقة. فهلا بدي اسوي لكم لقائي فيها، بعدين نجهز مفاجأة لأختي. ادعولي. هيدي بنت خالتي، بعرفكم عليها بنت خالتي الكفو. يا سلام يا حبيبي. شو بدك يا عمو؟ شو بدك حبيبي؟ شو بدك كيفن؟ اوكي يا جماعه انا وابو الجوج هلا لحالنا بالبيت، هلا وصلنا نشكر الله طبعا. ماما من هلا ورح تشوفوا هيك اشياء كتير كتير حلوه. بعتقد هلا انتم عم تشوفوها او شفتوها ما بعرف، بس اوكي يا جماعه هلا رح اقول لكم انه انا صرت مهم بلبنان. لا خليني احكي ولك بس خليني احكي بس انهي لهم الفيديو، الا انه انا وصلت على لبنان. وبكره يا جماعه رح اشوف اختي شكلها ما رح تنظر لتشوفني يعني. اوكي بالفيديو الجاي رح تشوفوا كيف عم بلتقي. يا جماعه بدكم تتعودوا هلا على صوت كيفن. كيفن سي هاي، قول هاي للكاميرا. طيب يلا هلا بس. يا جماعة إذا ما بقى شفتوني على اليوتيوب بيكون من خالتي عملت معروفة وعملت فينا حادث وروحتنا. كل شي رح يفوت فينا، كل السيارات. أوكي يا جماعة هلا بدنا نقلكم إنه فيديو اليوم خلص. إن شاء الله يكون عجبكم. إذا أنتوا جداد على القناة ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي. بنحبكم كتير. باي.